17 ضابطا من جهاز الاستخبارات العسكرية أصبحوا بقدر ما مهيئين للتواصل مع وسائل الإعلام بعد الدورة التي شاركوا فيها وقدمتها شبكة أمين الإعلامية. من أجل بناء القدرات الإعلامية للضباط العلاقات العامة والإعلام، ومن أجل التواصل مع الجمهور ووسائل الإعلام. وطبعا هذه الدورة جاءت من خطة وزارة الداخلية والحكومة من أجل إعادة هيكل إعادة بناء المؤسسة الأمنية على أسس مهنية. هي الدورة الأولى من نوعها التي يشارك فيها عسكريون في شأن إعلامي، حيث شكلت فرصة مثيرة بالنسبة لهم للخوض في مجال التغطية الإعلامية، بخاصة بعد استحداث دائرة علاقات عامة في جهاز الاستخبارات العسكرية. نؤمن إيمان مطلق بأن الإعلام الوطني الفلسطيني هو إعلام يقوم بخدمة هذه الدولة بشكل فعال جنبا إلى جنب مع باقي مؤسسات الدولة الفلسطينية ومنها أفراد الأجهزة الأمنية. الدورة عقدت بمبادرة من الاستخبارات وباستجابة فورية من شبكة أمين الإعلامية، أمر إن دل على شيء فهو يدل على إدراك أهمية الإعلام في الشؤون الأمنية وضرورة إنهاء مرحلة من التحفظ في نشر المعلومات أو التحسس من التعامل مع الصحفيين. أعتقد أن هناك وعيا لدى الأجهزة الأمنية، وكما استمعنا من العميد الذي ألقى كلمة الجهاز، وعيا بأن من حق وسائل الإعلام أن تحصل على المعلومة، وإذا لم تحصل على المعلومة فإن الشائعة ستنتشر. وربما تسهم مثل هذه الدورات واللقاءات في إزالة العوائق التي قد يتعرض لها الصحفي في الحصول على المعلومات الأمنية أو نشرها. صحيح أن الدورة التي تلقاها ضباط الاستخبارات منحتهم مجالاً أوسع من أجل معرفة الأمور التي يجب الاطلاع عليها والتواصل مع الصحفيين ووسائل الإعلام، لكن ذلك ما زال بحاجة لمزيد من اللقاءات وحلقات النقاش من أجل معرفة الحد الأدنى للمعلومات التي يمكن نشرها وما لا يمكن نشره. أيسر البرغوثي، تلفزيون القدس.